أنا قدام الإكزامينيشن. أوكي. هات شكل الدخة. هات سوا. إيش أنا أفحص اللور لين؟ بهاي الطريقة. زين؟ روتيشن أعمل وعلى أخي أرفع. أوكي؟ زين؟ روتيشن وأرفع. لاحظوا أنا قد أرفع الهيل حيطخ الكوتش ما تمام؟ ما قيرفع لي فوق كثير. فإذا هذا النورمال تون، لو كان هايبرتونيا لا. يصير ارتفاع ارتفاع اوكي اذا هكذا نفس الحاله اجي على الاذر سايد اعمل روتيشن وارفع اوكي هذا هو الاكزامينيشن اوف ذا لور ليم انذر ون هو عندنا الانكل كلونس انكل كلونس ايفرت زين دورزيفليكس اذا كان عنده ابر موتور نيورون راح يصير انا اشيل ايدي بس تظل ترف الغجل اوكي هذا انكل كلونس بوزيتيف معناته زين بينما هوني لا ده خاصه انا عم فيرش دورسي فليكس شدوا ايدي رجع اوكي ثانك يو هسه خلصنا اكزامينيشن اوف ذا تون اكزامينيشن الاخر اللي عندنا هو الباور فاذا قبل ما نجي على الباور اذا قلنا ابنورماليتي بالتون اما هايبوتونيا decrease the tone وين يصير باللور موتور نيورون او هايبرتونيا اللي يصير بالابر موتور نيورون نيجي على الباور تفضلي دكتوره الباور لا بالعكس انا ask the patient زين to move وانا راح اعمل resistant لهاي الموفمنت الباور جريد بينو زين وهاي الجريد تحفظوها زيرو معناتها نو فيزبل موفمنت اقل له حرك ايدك ما يطير زين ولا اكو موفمنت اقشع هذا جريد زيرو جريد 1 لا من اقول للمريض حرك ايدك ما تتحرك بس الاحظ اكو قيصير كونتراكشن بس ما قد تتحرك فاذا جريد 1 فيزبل كونتراكشن لكن نو موفمنت جريد 2 يحرك ايده but not against gravity ايش معناتها؟ يعني بالضبط يطيق يحركها هكذا بس ما يطيق للاعلى زين ضد الجاذبية اوكي؟ grade 4 movement against لا العفو grade 3 movement against gravity but not resistant يعني يطيق يرفعها بس اذا عمل resistant ما يطيق يرفعها grade 4 movement against at least some resistance يعني ايه يطيق resistant بس ما فول grade 5 هي الفول resistant اوكي فقبل ما ابدي اقل زميلك مثلا ارفع ايدك فاذا هاي انا نوعا ما اعطيته فكره عن حركه بانه قد تطيق ترفع ايدك ما تمام اذا هاي لحد الان هي بدون resistant ما تمام اجي على upper limb عشان اعمل examination of the power نبدي من الشولدر هسه راح افحص الديلتون ارفع ايدك اوكي وانا احاول انزلها اوكي هسه بالعكس نسليها هاي منو بكتراليس ميجر والتريس ميجر هسه هاي خلصت الشولدر الابدكشن والادكشن نجي على الالبو هسه هكذا عملية الشرع هسه كان منو كثير راح تعمل فليكشن يعني راح نفحص البايسبس وانا راح احاول افتح ايدي اوكي هذا هو للبايسبس هسه بالعكس للترايسبس كيف تفقع ايدي اوكي هذا فحص للترايسبس زين نجي بعدين على الريست اوكي هسه اوكي هذا للريست طبعا لازم الجهه الاخرى ايضا عمليه استرتش اوكي يعني بس هكذا نجي هسه ست اصبعي سكيها هذا بالنسبه سديها لازم ما تخليني اسيبها اوكي هاي منو هاي الطريقه هاي الفليكسر والادكشن والفليكشن من الثوم كله هاي الجريب
ايش يضل عندنا؟ اعملي هاكي دكتورة، بس انا راح احاول اسد اصيبيعتي وانتي تفرقيهم، زين؟ تفرقيهم وانا اسد، اوكي؟ هاي abduction of the finger. بعد هسه انتي تحاولين تبعدين الفينجر وانا الثمب، اوكي؟ هاي abduction of the thumb. اوكي؟ هاي هي ثانكي دكتورة. هاي examination of the power of the upper limb. بس مجرد اقول له ارفع زين الفينجر زين نجي على اللور ليب منو يتبرع نعمل عليها منو يجي من الطلاب هو اكستنشن احنا نسميه فينجر اكستنشن بالفود دورز فليكسنج وبلانتر فليكسنج تمام؟ نفس الشيء حتى لو هذا اكستنشن وهذا فليكسنج اوكي؟ من يجي طلاب حتى لا يروح الوقت؟ اعبوهم؟ لا لا اوكي؟ لازم يسامنك على يمين البيشنت اوكي ما تجي ايضا قبل ما ابدا اقول للمريض ارفع رجلك او حركه اوكي فاذا انا اخذت فكره على الام جريد تقريبا هو يوصل زين هسه نفحص الهيب يلا ارفع رجلك دكتور اوكي نفس الحاله هاي هسه بالعكس ارفع هسه انت حاول بالعكس نزل رجلك اوكي هسه اوكي بعدين حاول تبعدها هاي الابدكشن زين وهسه بالعكس ادكشن زين بعدين نجي على الني هسه كانه قد تضرب كره اوكي نفس الشيء بهاي الرجل هاي بالنسبه للني اكستنشن اوكي ني فليكشن بالعكس حاول تدفع رجلك للخلف اوكي للسرير يعني صح وهكذا بالنسبه للفوت هم اقل اكستنشن و ثانك يو دكتور وال البلانتر ريفليكشن كان ماشي اقول له دوس على البانزين وانا بالجهه الاخرى اذا هسه حكينا على التون اوكي حكينا على الباور ضل عندنا الريفليكس ايش نوع الريفليكس هو انفولنتري كونتراكشن اوف ماسل ان ريسبونس تو ستيمولاس فاذا هو شيء لا ارادي انعكاس لا ارادي زين involuntary contraction of muscle in response to stimulus reflex عندنا اما deep tender reflex او superficial reflex هاي reflex لازم تكون موجوده عند الشخص ومتساويه on both side ايضا الابنورماليتي اللي ممكن نغشعها بالريفلكس اما يصير hyporeflexia زين اللي ايضا نغشعها باللور موتور اذا باللور هايبو مثل ما احنا قلنا هايبوتونيا هون هم hyporeflexia او اريفلكسيا الهايبر ريفلكسيا نغشع بالأبر موتور نيورون نجي على الديب تندر ريفلكس هو عبارة عن involuntary contraction of muscle in response to stretch إذا من هو الستيمولس اللي عندي هو stretch of muscle أنا هعمل stretch of muscle ولاحظ الريسبونس فإذا قلت لكم إيش هو مكونات الريفلكس arc of the deep tender reflex تقولوا لي afferent sensory monosynaptic وإفرنت موتور زين it is mediated by إذن هي يعني reflex arc consisting of efferent sensory efferent motor one synaptic زين إذن هو مونو synaptic زين وطبعا نستخدمها using هاي هامر هاي نسميها tendon hammer والموفمنت تكون من الريست وليس من الشولدر أو الالبو أوكي من الريست جون وهاي دائما مرات يخلوها طرف ولو مدببة هي هاي ايضا تفيدني الغير ريفلكس منو يجي حتى لو فينا اوكي هو اي احد اكو متبرع جديد بس قاعد الريفلكس عندي بالابر ليمب عندي ثلاثه بايسبس ترايسبس
وبريكيو براديالس او سمينو سوبينيتر. اوكي باللور ليب عندي اثنين، خليني بدي هسه بالابر البايسبس. بتعرفون كلكم بايسبس تندن تحسسوا بالثم. اوكي اخلي ايدي على الثم واخلي بهالشكل ريلاكس زين مثل كراس هاكت ورياض صغير ايدك تكون كلش راقية يعني زد طحلك عليها. اوكي بالهمر راح اضغب على اصبعي على الثم. اوكي لاحظوا هسي عندنا كونتراكشن. اوكي لاحظ يعني حسيتوا انت هما سمو كانه نتله هاك الشيء يعني. اوكي هذا البايسبس طبعا لازم اولويز كومبير السيجمنت المسؤول عنه تحفظونه سي 5 سي 6 سي 5 سي 6. اوكي هذا يحفظ كل ريفلكس والسيجمنت ماله. نجي على الترايسبس تحت ايدك بالضبط هاي الحاله اعلقها مثل زين هاي ثقلها على ايدي. اوكي اذا ما صار هسه اقول لكم شنو الهاي اقول للمريض فشي اسمه reinforcement او جندراسيك مانوفر. اشنو هي؟ يعني انا بوقت اللي اعمل الريفلكس احاول الهي المريض زين الفت انتباهه ديستراكشن. فاذا انا قد افحص هاي الايد مثلا اقول له سد ايد اللخ بس بنفس الوقت مثلا عند افحص اقول هسه سد ايدك واعمل الريفلكس او اقول له clench your teeth سك اسنانك. اوكي هاي اذا قد افحص الابر لمب، اذا قد افحص اللور لمب ممكن اقول له اعمل بهاي الطريقه انترلوك يور فينجر واسحبهم زين وبنفس الوقت انا اعمل الريفلكس. يعني هسه مثلا نعملهم تاخذ دكتور ايدك اوكي سد اسنانك اوكي رخي يا دكتور لازم تكون رخي زين سد ايدك هسه لا لاحظ اكو اكستنشن حتى اذا ما هاي ممكن اذا اكسبوز انا الاحظ اكو قيصير هون كونتراكشن اوف ذا مسل. البريكيو راديالس هذا ما دائما يكون واضح بس يعني البريكيو راديالس مسل من اسمه اوكي حسي عندنا سوبينيشن للمسل. بالنسبه للور لمب اتقعد دكتور هون حتى يغشعهم جماعه هاي عندنا باللور لمب عندنا الني ريفلكس هاي الني اكو تحت هون الفاتيلا تحت الفاتيلا راح اضغط عليها شلتم؟ يا سارة اوكي فاذا هذا هو الني ريفلكس واخر شيء ظل عندنا الانكر ريفلكس مثل ما احط رجلي على رجلي بهاكر راح اضغط على الاشيليس تندن. اوكي راح يصير عندنا عندنا ايضا هاي تحت البوزيشن من الانكل ممكن اقول المريض يقعد وينداق ممكن بهاي الطريقه ممكن هو ممدد زين بهاي الطريقه. اوكي وهاي reinforcement اللي حكينا عليها وايمتي نستخدمها قلنا لما ماكو ريفلكس زين احاول اجذب المريض اعمل هذا reinforcement زين اما قلنا بهاي الطريقه انترلوك زين او كلينش تيث او الايد يسد الايد فيكس يور هاند سوبرفيشال ريفلكس عباره عن جروب اوف ريفلكسز اللي هي انكلود بلانتر وسوبرفيشال ابدومينالز. نوكاش قلنا مونوساينابتيك ما تمام الديب تندن قلنا مونوساينابتيك سوبرفيشال ريفلكس هي بوليساينابتيك. نوكا منو قلنا الاستيمولاس
ستريتش هون الاستيمولوس انا حعمل كوتينس ستيميوليشن اوكي. مثال عندنا البلانتر ريسبونس هو هذا ممكن استخدم بينه هذا الجهه الحافه المدببه اذا تحسوها مؤلمه لا تدوسها بصوره قويه ممكن اي شيء اي بلانت اوبجكت زين اعمل سكراتشنج من اللاترال الى الميديال للفوت المفروض نورمال يصير فليكشن زين مثل ما قلت كمش غزله اوكي فليكشن اذا صار فانينج واكستنشن هذا ساين اوف ابر موتور نيورون اسميها بابينسكي بوزيتيف بابينسكي ساين بوزيتيف. فاذا اذا عملت بلانتر ريسبونس بلانتر ريفلكس وصار ريسبونس اكستنشن وفانينج هذا بابينسكي بوزيتيف اوكي abnormal finding called positive Babinski sign. هذا ممكن نرشعه normal بالأطفال لأقل من سنة. أوكي؟ ليش؟ لأن بعد ما كمل myelination ماله بالتراك فممكن أرشع هذا البابينسكي positive بالأطفال أقل من سنة. ممكن أرشع بالunconscious خاصة الديب كوماتوز إذا واحد تحت التخدير ممكن يصير عندي هذا البابينسكي positive. هسه خلصنا التون الباور الريفلكس ايش ضل عندنا ها حكينا على البلانتر ريفلكس هسه بقى الابدومينال ريفلكس ايضا سوبرفيشال ريفلكس هو اذا معناته ايفوك باي كوتينس ستيميليشن بالفور كوادرنت اوكي بس اذا اعمل سكراتش هاكر باي شيء هاكر راح يصير كونتراكشن اوف ذا اندرلاين مسل زين وهذا تكون absent in the upper motor neuron. هاي ممكن abdominal reflex difficult نعمله بالobese patient بالelderly إذا كانت woman repeated pregnancy أحس عندها weak abdominal wall فهذا reflex ما يكون واضح عندي. إذا حكينا على التون على الباور على الريفلكس قلنا تنقسم إلى deep وsuperficial آخر شيء عندنا هي coordination. من يجي نعمل فحص سهل باين غادلوا أي شيء؟ تفضل دكتور. Coordination هو performing complex movement smoothly and efficiently. Loss of coordination اسمينه التاكسيا. إذا إذا جاكم تعريف التاكسيا إيش هو التاكسيا؟ هو loss of coordination يعني ما يطيق يعمل هاي movement. أول شيء أيضا مثل ما بقي راح نفحص الـ upper limb coordination. ممكن تشرح الكمامة؟ هسه touch your nose وبعدين حط finger مالي، أوكي؟ سريع، أوكي ما كله، زين، هسه راح أحرك الإصبعين كمله، أوكي؟ أوكي، بعدين إيد تله، أوكي؟ أوكي. هذا finger nose test لو كان عنده cerebellar disease ممكن يطخ عينه زين ممكن يطخ الشن اوكي ممكن ما يطخ اصبعي ممكن يروح بعيد ممكن intention tremor هاي كلها abnormality ممكن ارشعها اوكي هذا هو finger nose test. other test هو rapid alternative movement اسميه diadochokinesia سمعت طالب بايد الله هذا هو ايضا فحص coordination اخر بالupper limb. بالنسبة للlower limb coordination ممكن تتمدد بسرعة سمينه heel shin test. heel shin test يعني بالفوت مالك مشي على الساق من الهيل الى الشن اوكي على الشن heel shin نعم هاكر زين بعدين تعيد الحركة زين ها هي الهيل شن تيست. آخر شيء عندنا من الفحص الكوردينيشن هو التاندم ووكينج. أشنو التاندم؟ ممكن تقفلنو حتى نعرف. إيش معنى التاندم ووك؟ سمعين باصم بالضم؟ هي هاي باصم بالضم يعني، أوكي؟ هاي بابا هذا الفحص وين كنا شالتم ويعملونه؟ بالضبط وين صار؟ ايه منو؟ لمن؟
اكسلنت الدرنك درايفر زين هذولي اللي راح تاكل هاي هذول الدرنك درايفر تشام ينزل من السياره كلهم شيء زين هي هاي التاندم ووكينج فاذا نفحص الكوردينيشن بالنسبه للابر لينث عندنا فينجر نوز تيست اوكي وقلنا الفينجر نوز تيست اقول للمريض مره يطخشمه مره هذه بعدين اقول للمريض يعمل هاي الطريقه ويغمض عينه اذا ما طاق يعملها اذا عينه فتحه وتيح يعملها اوكي اقول له غمض عينك قام يخربط هذا معناته عنده سنسوري اتاكسي لكن اذا كان بالحالتين الاي اوبن والاي كلوز هذا سيربلار بعدين عندنا رابيد الترناتيف موفمنت زين وباللور لمب عندنا الهيل شين تيست وعندنا التاندم ووكينج وهي ملخص للفحص الموتور وثانك يو عندكم هسه الهامر موجودين وحاولوا تجربون الريفلكس الديب تندم ريفلكس